بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشهادة صفة تتعدى الشهيد ولحده، وأكبر سبب وطريقة لاستشهاده أنه تمثل أنها تمثل نهضة المجتمع وسمو قضيته وعظيم هدفه، فهي حياة أمة وسبيل وعي ورشاد. إن هي حفظت حق الشهادة والشهيد، فالشهادة هي خلود الشهيد وفكره. من هنا وبعد الشهادة يكون دور مجتمع الشهيد وأمته في حفظ حقيقته الربانية وإروائها لتبقى نضاحة تثمر وعيا وتقود النهضة الحقيقية والحقوق التي يسعى الجلاد لطمسها ليخفي عظيم جريمته وليشيع وهم الانتصار الكاذب على الشهيد. والحقيقة أنه على مر التاريخ لم يخسر الشهيد ودماؤه معركة قط، فهذه دماء كربلاء لا زالت تنبض بالثورة بعد أكثر من 1000 سنة وتسقط عروشا تلو عروش وتخلد الشهادة الحسينية نبراسا لميادين الانتصار. ولذا نحن اليوم في هذا التأبين ندعو ونشدد على الدور المجتمعي الكبير لحفظ حق الشهداء وصون حقيقة شهادتهم، فهم الشاهد والشهيد. فنشر مآثر الشهيد مجتمعيا يشكل حالة وعي للمجتمع وبث أخلاقيات النهوض فيه، ودافعا أكبر لفكر الشهيد ومشروعه نحو المستمرارية. فالأمة التي تعيش حقيقة شهدائها هي الأمة الحقيقية والأمة النابضة. وقد كان من عظيم هذا الوطن أن روى أرضه بدماء الشهداء جيلا بعد جيل، وهم الذين لم يبخلوا بمهجهم لإبقائه منيعا عن المبايعة للطواغيت وعن النكوص بعقيدة الرفض للظلم والجور، والتي هي ميزان الحياة ودليلها العملي للثبات وإعلان لصحوتها وانتظارها للفرج المبارك ودولته الكريمة، وإتماماً لمشروع المجتمع بدور الشهداء يأتي القصاص أولوية كحكم إلهي في أرضه وشرعاً ثابت يرفض التزييف والتغييب، ويشكل دستوراً إلهياً وقانون عدل سماوي اختطته الثورة البحرانية من المنهج الديني الإسلامي للثورة المباركة. ويشكل هذا الهدف وحدة الشعب في قراره بإكمال واستمرارية مشروع الشهداء ورفض الطغمة الحاكمة الطاغوتية ومشاريع العبث بمصائر الناس، حيث أن كل قطرة دم من الشهيد هي ولادة قافلة شهداء قادمة واعية مبصرة للحق ولمنهج الخلاص من الجبابرة. ربنا تقبل منا هذه القرابين الطاهرة وخذ منا حتى ترضى، فإنه بعينك والأمل بنصرك والتعويل عليك ربي، فهذا وعدك أجلت قدرتك أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أسرة الشهيد المغدور به الحاج حسن الستري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على محمد وآل محمد.